احيانا مبررات طول الوقت، مبررات انه اصل المدير مستقصدني، اصل الموظف الفلاني قريب مش عارف مين. احيانا بيبقى فيه مبررات، وفي بعض الاحيان بالمناسبه بيكون مبررات حقيقيه. التعامل ازاي في بيئه عمل زي دي؟ دي اول حاجه. تاني حاجه فكره الشخص اللي طول الوقت بيطلع مبررات، رمي شماعات، هي بتتقال كده بالزبط. رمي شماعات على الاخر، وهي دايما كده اللي هو ما هي دي بقى على فكره مشكله في المسؤوليه نفسها. مسؤوليه تجاه ذاتك تخليكي تسالي نفسك الاول، وبعدين بتعملي اللي عليكي الاول، وماشيه بالتزام وبالقوانين واللوائح بعد كده للشركه او للمؤسسه. خلاص انا عندي مدير مثلا بيركز قوي على التفاصيل السلبيه طول الوقت طول الوقت، وانا حد عنده توتر عالي، فقول لا تركزي على مهامك اليوميه، تكتبيها في ورقه تحطيها قدامك، هي دي التفاصيل السلبيه اللي هو بيتكلم فيها. وهتلاقي بيتكلم هو، هتلاقي الاتيتيود بتاعه كده، هو مش قاصد بيه انت، هو الاتيتيود بتاع المدير نفسه بيبقى كده. فانت وقتها تتصرفي ازاي عشان تقللي من التوتر؟ بتبصي على مهامك اليوميه، اكتبيها في ورقه وحطيها قدامك، وده اللي تشتغلي عليه على طول. طب ومن خلال خبرتك وتعاملك مع الناس، امتى الواحد بيبقى زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني جلده سميك، يعني خلاص بقى كل الضغوطات النفسيه دي لا تؤثر فيه، هو رايح يشتغل ويمشي مش دعوه بحاجه ثانيه؟ ما هو الضغوط النفسيه دي هي مش بتاثر بيها، هي ازاي انا بتعامل معاها. هو طبيعي ان انا لازم، هو لو انسان ما عندوش الامكانيات والتولز، ما عندوش الادوات للتعامل مع الضغوط، لا هيتعب. طبيعي يتعب، يا هيكبت يا هيعمل ازاحه، فيروح البيت يتخانق يعني مع مراته، او لو شابه هيتخانق مع اصحابه، او فلا يعني هيتاثر بالضغوط، وضروري جدا يكون عنده الادوات ان هو يتعامل مع الضغوط.